انا اشتغلت تكنيكال دوكيمنت كنترول وسينيور كواليتي دوكيمنت كنترول في مشروع كبير وضخم. طبعا كان مديري المباشر كان المدير عامل كواليتي في المشروع ده، كان دايما بيأكد على ان هو يعني نعمل الشغل بجودة عالية. طبعا التلافيان للاخطاء طبعا وثائق مهمة جدا، يعني في حين ان في قسم الكواليتي في نفس المشروع بيبقى علينا لود كبير جدا، ومعظم المشاريع دلوقتي شغالة فاست تراك، فبيحصل كونفليكت ما بين الجودة وما بين حسن سير العمل. فنقدر نتغلب على ده ازاي؟ شكرا لحضرتك. اهلا بحضرتك. والله احنا بنحاول ان احنا نتغلب عليه في ان احنا نعمل شغلنا بجودة بطريقة اسرع. يعني انا ما ينفعش ان انا اسكيب اي كلوز مثلا من كلوز اللي احنا اتكلمنا عنها، بس انت برضو في نفس الوقت انت مضغوط عليك بالوقت، فانت ممكن توفر ريسورسز تانية تخليك تقدر ان انت تتشكل تطلع الشغل بتاعك بطريقة صحيحة، او ان انت تتشكل الشغل بتاعك ده بطريقة كويسة. بس قصة بقى ان احنا هنعمل ده، حضرتك ممكن تزود الموارد، ممكن تزود ساعات العمل، ممكن تعمل سيستم بحيث ان يبقى في اكتر من حد بيقدر يريفيو الحاجة دي، بحيث ان هو تلافيا للاخطاء الموجودة. بس كل مشاريع الفاست تراك تبقى اكتر نسبة اخطاء، تبقى عندهم هم عاوزين يخلصوا الدنيا باي شكل ايا كان، بس في نفس الوقت الكواليتي مش بيرحم اي حد. انا كان عندي مشروع كان فاست تراك، كان عندي الكواليتي ديبارتمنت كانت بتيجي تفتش عليا 4 مرات، المفروض ان هي تفتش عليا 4 مرات في السنه، وان انا كنت المشروع الوحيد اللي موجود في الاريا دي، فكانت بتيجي تفتش عليا 6 مرات في السنه. فتخيل انت بقى ان انت بتعمل التحضيرات بتاعه الكواليتي او الاوديت كل مره بمثابه مثلا كل شهرين ونص كانوا بيبقوا عندي، فكل شهرين ونص مع فاست تراك دي كانت مشكله جامده جدا. بس ده كان بيخليك ان انت دايما الشغل بتاعك ابديتد، دايما شغلك مظبوط. كنت بحاول ان انا اجيب اعمل ريسورسز ثانيه، كنت بحاول اعلم الناس اللي شغالين معايا زي التكنيشنز مثلا، زي الدليفري بوي، زي الناس دي كلها، كنت بحاول ان انا اعلمهم عشان يقدروا ان هم يساعدوني، او ان هم يعملوا تاسكس صغيره وانا اريفيو عليهم. دايما الريفيو يعني بيطلع مشاكل كتير في الشغل، فانت لازم، مش انت، هو انت ما ينفعش انت تريفيو على نفسك، ان انت لا ممكن تبقى شايف الخطأ بس مش هتقدر تكتشفه لما انت اللي عامله. فبالتالي انت ممكن تزود الريسورس اللي اقدر اقوله لك يعني.